بعد النسخة الأخيرة التي توج بها ريال مدريد، دوري الأبطال يعود هذه المرة بنظام جديد أثار لغطاً وتفاعلاً كبيراً بين عشاق كرة القدم على وجه التحديد. فماذا تضمن؟ بعد 32 عاماً على النظام المعتاد لدوري الأبطال بمشاركة 32 فريقاً، سيرتفع أعداد الفرق بدءاً من الموسم الحالي إلى 36 ضمن مجموعة واحدة يقسمون إلى 4 تصنيفات. يواجه خلالها كل ناد فريقين آخرين من كل تصنيف بمعدل 8 مباريات خلال الدور الأول، يلعب نصفها على أرضه والنصف الآخر خارجها. الفرق الثمانية التي حصلت على أعلى عدد من النقاط تتأهل مباشرة للدور المقبل، أما الفرق التي حصلت على الترتيب من 9 إلى 24 تواجه بعضها في ملحق. ليكتمل عدد الفرق إلى 16 فريقاً في الدور التالي الذي تبدأ فيه مرحلة خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية. وأنت، ما رأيك بالنظام الجديد؟ ومن تتوقع أن يحمل لقب النسخة المقبلة من البطولة؟